الآن سنتعرف على أهمية التخيل. هل للتخيل أهمية؟ نعم، إن للتخيل أهمية عظمى. وهنا ذاكرين أربع مهام للتخيل، أربع أشياء هامة يساعد التخيل على مساعدة الإنسان على تجاوز المحن والمشاكل. إذن من مهام التخيل، أهمية التخيل، أولا المهمة الأولى: لا يعتمد الفرد عند مواجهة مواقف الحياة على إدراكات الحسية فقط، بل يلجأ لاستخدام الصور الذهنية التي تمكنه من التخطيط النظري لحل المشكلات قبل حلها عمليا. قلت لكم، أنا ضربت لكم مثال وسأضرب لكم مثالا مرة ثانية. إذا واحد وقع في مشكلة معينة، أنا بدي يفتح الباب قام خرب القفل، مفتاح ما بقى يفتح الباب. فإذا شو بيساوي التخيل؟ بيساعدك على إنشاء صور تخطيط، تخطط أنه أنا لازم أجيب مفتاح براغي أو أتصل في واحد مثلا مختص في هذا الأمر، بخطط نظريا قبل الحل العملي لهذا المفتاح أو هذا الباب. وقس على ذلك الأشياء التي تعترضك في حياتك. مرات في شارع ورأيت حفرة معينة ولا تستطيع عبور هذا الشارع، فأتخيل أنا لا يجب أن آتي بوسائل معينة حتى اجتاز هذا الشارع أو أغير الطريق. فإذا من الذي يساعدك على هذا التخطيط؟ هو التخيل. هذه أولى المهام. المهمة الثانية: يحقق فرصة للشعور بالمتعة والسعادة عندما يواجه الفرد مواقف حياتية محبطة ومؤلمة. نحن الآن مررنا في كوارث عظيمة جدا، هي كوارث الزلزال. فالإنسان إذا ركن إلى هذا الموقف العظيم وشعر بالخوف، قد يصبح في عقد نفسي ويتقوقع على نفسه ويصبح من الناس المرضى النفسيين. لكن الخيال يعطيك أنه أنت إذا صبرت، هذا الزلزال هو مأمور من الله عز وجل، والأرض هو الله هو الذي يحركها وهو الذي يمسكها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، في أي قرآني. فلذلك نحن نتوكل على الله، ولنا رب هو الله. فنستطيع من خلال التخيل أنه يعطيك أنه إن شاء الله إذا صبرت لك أجر، إن شاء الله الله عز وجل بيكافئك بالدنيا بمواقف إن شاء الله بيخلصك من هالمحنة، وبالآخرة بيدخلك الجنة. هذا من الذي يساعد على هذا الأمر؟ هو التخيل. أيضا يعد وسيلة تعلم رئيسية. عندما يعمل المتعلم على تصور المهارات أو المعلومات التي يود اكتسابها من خلال تصور خطواتها ومحتواها وآلية اكتسابها. أنا عندما آتي إلى هذا الدرس، أنتم وصلت لكم أنا الرابط مثلا من شيء ساعة، قلت لكم في درس اليوم نحن عندنا درس فلسفي الساعة 4، فأنتم فرغتوا وقتكم وأجلتوا أعمالكم الثانوية أو الأخرى إلى من أجل حضور هذا الدرس. من الذي ساعد على التهيئة لحضور هذا الدرس؟ هو التخيل. أيضا يساعد على تحويل المعرفة الواعية المدركة إلى معرفة تلقائية عفوية لا شعورية، يعمل على تنفيذها بصورة آلية. عندما يتعلم الإنسان حرفة معينة، حرفة مكنة التطريز أو الخياطة أو قيادة السيارة أو الشغل على الحاسوب أو العمل على الحاسوب، فإذا مع الزمن بصير عنده الأمور روتينية تلقائية. بالبداية بيتعذب كتير، ولكن مع الزمن تصبح عملية تلقائية. لذلك يقال أن التخيل وسيلة مهمة في ومن وسائل تغيير السلوك وتطوير الذات. إذا عندك واحد عنده طفل أو عنده أخ أو عنده صديق مثلا سلوكه منحرف، بيشرب دخان أو مثلا مهمل، ما بيهتم في أمور الحياة، سلبي، ما بيتعلم، ترك التعليم أو كذا، وقس على ذلك. فلذلك التخيل هو الذي يساعد الإنسان على تغيير السلوك وتطوير الذات. هذه من مهام التخيل. فالإنسان بيقول له لا، أنت في لك مستقبل ولا تتشائم ولا كذا. فمين بيساعد على هذا التغيير؟ هو التخيل. إذا جاءنا سؤال: وضح أهمية التخيل في حياة الفرد في كل مجالاتها، أو اذكر مهام التخيل، أو تكلم عن أهمية التخيل. الجواب هو على الشكل التالي: نكتب هذول الأربع مهام الموجودة. لا يعتمد الفرد على عند مواجهة مواقف الحياة على إدراكات الحسية فقط، بل يلجأ إلى استخدام الصور، الرموز والصور الذهنية التي تمكنه من التخطيط النظري لحل المشكلات نظريا قبل حلها عمليا. يحقق فرصة للشعور بالمتعة والسعادة. يعد وسيلة تعلم رئيسية. يساعد على تحويل المعرفة الواعية المدركة إلى معرفة تلقائية. هذه هي مهام التخيل. الآن مبدأي تغيير السلوك. إذا نحن قلنا التخيل بيساعد على تغيير سلوك الإنسان، سلوك الإنسان سلبي من نحوله إيجابي. طالب مثلا ما بيحب الدراسة من نحوله لا طالب يحب الدراسة. طالب مثلا عنده ظاهرة الكذب من نحوله أنه يتخلص من ظاهرة الكذب.
عدواني، من نخليه يتخلص من هذا السلوك العدواني. أول مبدأ هو أننا قبل فعل أي شيء ينبغي أن يشكل عقلنا صورة ذهنية لما ينبغي أن نفعله. إذا نحن ما نحط في خيالنا المبدأ الأول أنه أش بدنا نشتغل، أش الأعمال اللي راح ننفذها، أما نخطط في ذهننا الأدوات والوسائل التي سنستخدمها من أجل تغيير السلوك. فهون ضرب لكم مثال، قال قبل القيام بدراسة تتخيل أنك تضع الكتاب وتفتحه بالفعل. اثنين، المبدأ الثاني إنه بمرور الوقت تصبح معظم المواقف والسلوكيات تلقائية طبقا للصور التي ثبتت في أذهاننا. إذا نحن أول عمل منتصور الأشياء اللي نحن ننفذها، ولكن المبدأ الثاني بعد مرور الوقت تصبح السلوكيات تلقائية، بصير الإنسان تلقائيا. مثلا واحد ما كان يصلي في المسجد، فنحن نقوله لا لازم تصلي في المسجد، أو مثلا ما كان يقطع في الصلاة أو يأجل صلاة مثلا الظهر إلى وقت العصر، ويأجل وقت العصر إلى المغرب، وقت المغرب إلى العشاء، فنقول له لا الصلاة على وقتها أثوب وأفضل. فبصير تلقائيا من وقت اللي بيقدم بيكون مجهز حاله متوضي مجهز حاله إلى الصلاة. فهذه الأعمال بالبداية تبذل جهد، ولكن مع الزمن تصبح تلقائية. في عندنا أحيانا يأتي سؤال على الشكل التالي، مثلا اشرح آلية السلوك غير مرغوب فيه من خلال التخيل. أحيانا إنسان في عنده بيستخدم سلوكيات غير مرغوب فيها ولا يستطيع التخلي عنها أو يستطيع تجنبها، في عنده عادات سيئة ما بيقدر يتخلى عنها، ما هو السبب؟ إذا جانا سؤال اشرح آلية السلوك غير مرغوب فيه من خلال التخيل، نقول إن إخفاق أغلب الناس فيه تغيير عاداتهم السيئة بسبب استمرار الصورة السيئة في مخيلتهم فيتصرفون وفقا لهذه الصورة. كيف؟ واحد مثلا متشائم من البحر لأنه كان هو صغير ذهب على البحر وشاف أحد الناس غرق في البحر، أو هو يكاد أن يغرق فأنقذوا أهله أو السباحين الموجودين في البحر، فصار عنده نظرة متشائمة للبحر. أو واحد مثلا بصغره سمع كلمة أزعجته فكان يغضب منها، فكل ما سمع هذه الكلمة يغضب منها، فإذا في مخيلته صورة سلبية ما بيقدر يتخلى عنها. لذلك في عندنا تعليل يقول الذي اعتاد الغضب عند حدوث سلوك معين يسلك كل مرة التصرف نفسه. وعلل ذلك قال لأنها هناك صورة في مخيلته في ذاكرته يعني تدفعه، إذا لأن هناك صورة في مخيلته تدفعه إلى ذلك فلا يمكن تغيير السلوك حتى يتم تغيير الصورة اللاشعورية الموجودة في مخيلته. فأحيانا أنتم بتلاحظوا كطالبات بتلاحظوا مثلا أنت مجموعة باركات في جلسة معينة أو سهرة معينة أو في صف معين بتحكوا حكي عادي، فبتحكي واحد بتحكي كلمة عفوية بتلاقي واحدة من زميلاتكم عصبت وانزعجت وطلعت. ليش؟ لأنه هالكلمة هاي ذكرتها في موقف معين، نفس الكلمة ذكرتها في موقف معين فبتنفعل وبتنزعج. لذلك هذا هو تفسير آلية السلوك غير المرغوب به. لهون نحن بيكون انتهينا من مفهوم التخيل، تكلمنا عن مفهوم التخيل، تعريف التخيل، ما قاله العلماء والفلاسفة عن التخيل، وأيضا تكلمنا عن أهمية التخيل، وتكلمنا عن آلية السلوك غير المرغوب به. السؤال الآن، وضح أهمية التخيل يا سماح محمد بسام معنا، تفضلي وضح أهمية التخيل. من نتكلم عن أهمية التخيل، مهام التخيل، أهمية التخيل له أربع مهام. أستاذ، لا يعتمد الفرد عند مواجهة موقف الحياة على إدراكاته الحسية فقط، لأنه يلجأ إلى استخدام الرموز والصور الذهنية التي تمكنه من التخطيط النظري لحل المشكلات النظرية قبل حلها عملياً. يحقق فرصة للشعور بالمتعة والسعادة عندما يواجه الفرد موقف محبط أو مؤلم، يعد وسيلة تعلم رئيسة تساعد المتعلم على تصور المعلومات التي يود اكتسابها من خلال تصور خطواته وآلية تعلمها، يساعد على تحويل المعرفة الواعية والمدركة إلى معرفة تلقائية عفوية لا شعورية، ويعمل على تنفيذها بصورة آلية. أحسنت. إذا جاء سؤال وضح أهمية التخيل، أو تكلم عن أهمية التخيل، أو اشرح أهمية التخيل، هذا هو الجواب اللي تكلمت عنه يا سماح. شكرا لك يا سماح. تبين هي طالبات يقول أول مهمة لا يعتمد الفرد عند مواجهة مواقف الحياة على مدركاته الحسية فقط، بل يلجأ لاستخدام الرموز والصور الذهنية لتمكنه من التخطيط النظري لحل المشكلات قبل حلها عمليا. اثنين، يحقق فرصة للشعور بالمتعة والسعادة. ثلاثة، يعد وسيلة تعلم رئيسية. أربعة، يساعد على تحويل المعرفة الواعية المدركة إلى معرفة تلقائية عفوية.
طبعا مع الشرح الكامل. السؤال التالي زهراء، رجعت صرت معنا لنسألك، ما هما مبدأي تغيير السلوك؟ تفضلي. أستاذ، هي 4 مهام. لا، ما هي مبادئ تغيير السلوك؟ سؤال لك. السؤال الثاني، ما هما مبدأي، في عندنا مبدأي لتغيير السلوك، ما هما؟ المبدأ الأول والثاني. أستاذ، انتبهت عليه. المبدأ الأول هو أننا قبل فعل أي شيء ينبغي علينا تشكيل في عقلنا صورة ذهنية لما ينبغي أن نفعله. نعم. وثانيا مع مرور الوقت يصبح الصورة في أذهاننا واقعية. أحسنت. إذن نحن في عندنا مبدأين، المبدأ الأول أننا قبل فعل أي شيء ينبغي أن يشكل في عقلنا صورة ذهنية ما ينبغي أن نفعله. اثنين، مع مرور الوقت تصبح معظم الوقت في السلوكات والسلوكيات تلقائية، يعني بتصير روتينية تلقائية عفوية. أنا مثلا أول ما بديت أتعلم قيادة السيارة بدي أتعلم كيف أحط المفتاح وأتعلم وين مكان الغيار وين مكان الدركسيون وين مكان هالأمور هاي والمرايا وتابع الأمور هاي كلها كل دقيق فيها. بس ولكن مع مرور الوقت بتصير عندي الأمور تلقائية، وقس على ذلك الأشياء التي نتعلمها والحرف التي نكتسبها. ميساء خالد، عرف التخيل، عرفين التخيل. التخيل هو عملية عقلية معرفية عليا تسترجع الصور بعد غياب المثيرات التي أحدثتها أو تبدع صورا في تأليف جديد. أحسنت يا ميساء، هذا هو الجواب الصحيح. إذا جاءنا سؤال عرف التخيل مثل ما تكلمت زميلتكم ميساء، شكرا. طيب بدور محمد دين، من هو الذي عد التخيل وظيفة العقل والجسد؟ فاطمة، تفضلي فاطمة. جاب سؤال. أفلاطون صح. أفلاطون عد التخيل وظيفة العقل والجسد. أحسنتي. طيب سؤال بدور، عد أرسطو التخيل وظيفة العقل والجسد، صح ولا خطأ؟ غلط أستاذ. شو الجواب الصحيح؟ هو عملي أرسطو التخيل عملية حركية تنشأ عند الإحساس وإنه فعالي. بكفي، شكرا يا بدور. إذا جاء سؤال، هو الذي عد التخيل وظيفة العقل والجسد بدل ما يكتب له أفلاطون بيكتبه أرسطو، خطأ. إذا الجواب هو أفلاطون. طيب السؤال لحسناء محمد، من هو الذي عد التخيل إحدى القوى الخمس المدركة عند الإنسان؟ ابن سينا. أحسنتي. تيماء عبد الخالق، الذي اعتاد الغضب عند حدوث سلوك معين يسلك كل مرة التصرف نفسه، وعلل ذلك. الذي اعتاد الغضب عند حدوث سلوك معين يسلك كل مرة التصرف نفسه، علل ذلك. لأن هنالك صورة في مخيلتنا تدفع إلى ذلك، فلا يمكن تغيير السلوك حتى يتم تغيير الصورة اللاشعورية الموجودة في المخيلة. أحسنت، شكرا لك. أحد له أي سؤال عن مفهوم التخيل أو تعريف التخيل وأهمية التخيل وآلية تغيير السلوك، مبدأ تغيير السلوك وآلية السلوك غير مرغوب فيه؟